7 معلومات غريبة عن كوريا الشمالية هيخلوك تحمد ربنا على نعمة البلد اللي انت عايش فيها ايا كانت ايه هي. في كوريا الشمالية الرئيس الكوري محدد 6 قصات للشعر ما ينفعش ابدا انك تحلق غيرهم، ولا ينفع كمان ان شعرك يزيد طوله عن 12 سنتي، واللي بيخالف القصات دي بيتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 2 ممنوع استخدام الانترنت في الدولة كلها الا للمدرسين والطلاب اللي بيعيشوا في العاصمة بس كمان، واي حد غير الطلاب والمدرسين اللي بيعيشوا في العاصمة ممنوع انه يستخدم الانترنت تماما. وعشان كده في رواية طريفة مواطنين كوريا الشمالية مقتنعين اقتناع تام ان هم كسبوا كاس العالم 5 مرات. الدولة كل سنة بتطلع وبتأكد لهم ان هم كسبوا كاس العالم، وطبعا بيصدقوهم عشان ما فيش انترنت يتأكدوا منه. 4 ممنوع منعا باتا استهلاك اي منتجات من امريكا او كوريا الجنوبية، واللي بيستهلك المنتجات دي بيتحكم عليه بالاعدام. 5 المواطن في كوريا الجنوبية بيدفع 90% من اجمالي مرتبه وضرائب وبيعيش بال10% الباقيين. 6 واحد من كل 1000 مواطن مسموح له انه يمتلك عربية، والواحد في ال1000 ده هم مسؤولي الدولة والجيش، وباقي الشعب بيركب المواصلات العامة، عشان كده مستحيل تلاقي اي زحمة عربيات في كوريا الشمالية. 7 واخر حاجه، في كوريا الشماليه مفيش غير 3 قنوات تلفزيون الحكومه بتجبرك انك تتفرج عليهم، والموضوع مش هزار ابدا، وفي الفتره الاخيره عدموا 50 مواطن عشان يتفرجوا على قنوات تانية. فاحمد ربنا على البلد اللي انت منها، واكتب لي في الكومنتات انت من انهي بلد. وادي كوريا الشماليه نمسحها خالص من لسته الدول اللي انا عايز ازورها.